متشكر جدا، واهلا بيكم واهلا بالساده المشاهدين واهلا بكل اللي حاضرين النهارده وكل اللي بيشوفونا برضو في البيوت، واهلا بال حبيبتي ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ميرسي، ربنا يخليكي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي جاسمين. جاسمين؟ يعني ياسمين؟ اه. طب ميرسي جاسمين، انت جايبه لي الورد ده؟ اه. بجد؟ اه. انت عارفه ان انا عندي بنت اسمها جاسمين برضه؟ ميرسي يا حبيبتي. انت هتحضري معانا النهارده؟ طب ثانك يو. طب ممكن تشيلي لي ده اخده بعد الحلقه؟ حاضر. ميرسي يا قمر. انت اسمك جاسمين ايه؟ محمود. طيب عشت الاسامي، يلا اتفضلي. لذيذة جدا، لذيذة. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اوسكار ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ تمام؟ الحمد لله والشكر لله. ده انت منورنا النهارده. انا مبسوط طبعا اني موجود هنا. انت ايه اللي جابك هنا في وسط الناس دي؟ اصل انا الصراحه جيت المره اللي فاتت في الليله معاني برضو، بس لقيت الناس كده وفي انسجام فلقيت نفسي هنا. يا راجل، فلو حضرتك مش هتتضايق انا هكون موجود. لا 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 تعالى. طب رحبوا باوسكار بقى ضيفنا النهارده. انا فاكر انت غنيت وانا مش راجل زي احمد. وانا مش راجل زي احمد. ولا انا مش راجل زي احمد. حضرتك احسن من احمد. يا رب يخليك. يا رب، يعني هتبقى راجل زي صح؟ لا لا، انا مش زي هاني رمزي. مش زي ربنا يخليك. طب انت ايه، انت هتحضر معانا النهارده؟ يعني ولا هتعمل لنا حاجه النهارده؟ لا انا هكون موجود كده مع الناس دي الصراحه، انا لقيت نفسي هنا. يعني ايه؟ يعني ضيف النهارده كده؟ وانا هقعد ساكت. طب اعزف روسيه. انت بتعزف حاجه؟ كان نفسي بس الصراحه بعزف اله تانية. حضرتك بص، اله تانية انا بعزف دي. حضرتك وانا هكون موجود معاك. ايه دي؟ ايه دي؟ دي اللي هتعزفها؟ هارمونيكا؟ ومش قوي الصراحه، بس يعني هم استوعبوني ورحبوا بيا. طب خلاص، انت منورنا النهارده. ماشي، منور. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. يا جماعه، احنا الايام ديت بيحصل لنا حاجات عجيبه جدا. المجتمع المصري بيتعرض لرقابه غير عاديه، رقابه جامده جدا، في البيت، في الشارع، في التلفزيون، في المدرسه، في الجامعه، في كل حته، كانه مجرم وخارج من السجن وبيقضي فتره المراقبه، او عبيط ما بيعرفش يتصرف ومحتاج اللي يراقب تصرفاته، او مجنون وممكن يضر نفسه فمحتاج اللي يخلي باله منه، او قاصر وممكن حد اكبر منه يضحك عليه وياخد اللي قدامه واللي وراه. الحكومه بقى قررت ايه؟ ما تخليش لا اللي قدامه ولا اللي وراه، وهي اللي تشطب عليه. قررت هي اللي تفكر بداله وتتكلم بداله. يعني الشعب يخرس خالص، ما يفتحش بقه، ولو فتح بقه يستأذن الحكومة. هقول إيه؟ وهقول لمين؟ وهقول فين؟ والحكومة ترد عليه تقول له إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش؟ إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش؟ يعني لو حبينا نستضيف حد في البرنامج زي أوسكار مثلا، نقول لهم يا حكومة إحنا جايين لنا أوسكار نعرضه عليهم، يقولوا لنا آه استضيفوه أو لأ، يمكن يطلع خطر على الأمن العام أو شخصية محظورة. ما أقصدكش أنت طبعًا، لا ما أقصدكش أنت، أنت معروف إنك من الشخصيات المحظوظة مش المحظوظة. طبعًا طبعًا. عشان كمان لو حبينا نعزم حد في البيت نستأذن برضه الحكومة، نقول لها ينفع نستضيفه ولا لأ، يمكن يطلع خطر على الأمن الخاص، عينه زايغة، مبصبصاتي، يقول لك لأ دي شخصية محظورة. المرحلة اللي جاية هيخلوا العيال تكتب تقارير في اهاليهم وهتديها للحكومه، تقعد بقى في السفره مقلق من ابنك، تخش الحمام مقلق، اوضه النوم مقلق، والواد يمشي وراك ماسك ورقه وقلم ونازل كتابه مستني لك على غلطه معاه او مع امه، مستني لك على كلمه. تقدر تفتح بقك مع ابنك؟ كان زمان عنده حضانه صح؟ النهارده عنده حصانه بيوديك ورا الشخص، وكله بامر الحكومه. تقول له يا ابني انت ما بتذاكرش ليه؟ يقوم مطجن فيك ويرفع لك حاجه ومنزلك حاجه، ويقول لك يحط ايده في وسطه كده ويتهز لك كده ويقول لك مش مذاكر في حاجه. تقول له لا يا ابني ما فيش ولا حاجه. طب حبيبي ممكن اشوف بس بتكتب ايه؟ خد اقرا، انت فاكرني بخاف؟ تاخد الورقه تقراها
تلاقيه كاتب بابا علماني فاجر وماما ليبرالية متبرجة وما بتعرفش تطبخ. تلاقي نفسك بتقول له حمادة حبيبي تحب اجيب لك اكل من بره؟ ده انا برضو بابا. تاكل كباب ولا جمبري؟ تعرف لو سألت السنة دي هجيب لك عجلة. بس عشان خاطر يا حماده حبيبي شيل اسمي من التقرير ده، سيب اسم امك من امك شويه. وتلاقي مراتك اللي هي امه خارجه من المطبخ وبرده في ايدها تقرير، وتقول لك ها جبت خاتم الذهب ولا لا؟ ومش بعيد بقى يفرضوا عليك اتاوى بقى في الداخله والخارجه، وتقول لنفسك طب والله لا انا مراقبهم انا كمان وهخرب بيتهم اللي هو بيتي. الله يخرب بيوتكم. كلنا هنراقب بعض في الشغل في القهوه في الشارع، كله هيتلفت وراه، كله هيتسك على قفاه، كله هيتعلق من رقبه، انفاسنا ونوايانا متراقبه، داخلين على عتمه وعلى نكبه، كله بقى ماشي على عماه.